الإنسان ما له حدود، خصوصا إذا كان يعني اتجاهه اتخذ منحنى آخر كاتجاه حيوان ضعيف. واليوم راح نتكلم عن هذه الحالة الغريبة، وهي كاسكو ما عنده رجل ولا جناح، ولكن أهل الخير يعني تبنوا هذا الكاسكو وربوه. وراح نتعرف أكثر على هذه التفاصيل مع هذه القصة مع الأستاذ حسين مندلي، خبير واستشاري الطيور الناطقة. صباحك الله بخير أستاذ. صباحك الله بالنور. العافية. الصراحة يعني هذا أول مرة نسمع الناس تختلف الأشياء الغالية والأشياء اللي تكون سليمة جسديا، لكن أترك لك الحديث يا أبا. لك الأجر يا أبا. جزاك الله خير. كلمنا عن قصة تيمور، اسمه تيمور صح؟ نعم. كلمنا عن قصة تيمور، شلون لقيته وكل القصة يعني، وشلون صار في كذي يعني. الكاسكو تيمور هذا من إنتاج الكويت، من مواليد شهر 4. فقصتنا معاه ان المنتج ماله او اللي فرخ هالنوعية هذه من الطيور صارت عنده حالة ان الام كلت الريلو جناح ريل الطير اليمنى وجناح الايسر، وكان عنده اخ معه بنفس العمر وكلت جناحينه وريلينه. زين هذا ليش سوت كذي؟ هذه تصير حالات، يصير ياه اما سوء تغذية او حالات نفسية تمر عليها الطيور. فالعلم عند الله، لحد الان احنا ما قدرنا نشخص شنو الحالة. ممكن يعني تكون مثلا الام يعني ما تبتاع حد ياخذ عيالها او شيء كذي. يجوز هذا الشيء، لان الكاسكو يمتاز بالحنيه الزايده عن اللزوم، خصوصا هذا بنا واللي شال من عينها. ف الكاسكو ما كنا نسوي فيهم كذي، الكاسكو والله وخلي عندي ولا انه يروح. صح صح صح. انزين شلون تم تربيته؟ شلون تعيش فيه؟ تربيته بدت على مرحلتين او عده مراحل بالاحرى. بالبدايه كانت الأجواء اللي يحتاجها الفرخ الصغير اللي بعده ما انكسب الريش، يحتاج تدفئة، يحتاج مواعيد التغذية، نوعية التغذية، كل هالأمور هذه كانت بعين الاعتبار لغاية ما تعدينا مرحلة اللي احنا نسميها العس بلغة أهل الطيور. العس اللي هي الرضاعة الصناعية أو التغذية الصناعية. لغاية ما انتهى من هذه المرحلة بدأ مرحلة الأكل أو الاعتماد على الذات. نعم. هني بدينا معاه بالتمارين أو العلاجات الطبيعية على أساس إنه يتعرف على باقي أعضاء جسمه وباقي الطير يتحرك، على أساس إنه كان بالبداية كان يحبي على صدره ريل وحدة وما قال مو عارف شلون يوازن الموازنة ثقل الرأس مع جسمه. فبدينا معاه بمرحلة التدريب أو العلاج الطبيعي، وخلت معنا فترة طويلة ولازلنا إحنا معه بالعلاج الطبيعي. لكن يعني في بعض الدول مثلاً عندهم، أنا مرة شفت تقرير كنت شفت وردك يا محمود ذاك اليوم عن الموضوع، إنه يختارون قاموا يسوون أطراف صناعية الآن حق الحيوانات. نعم. يعني كأن نفس مثل شيء مثل شبيه بالدراية حق عصفور الكلاب، جناح سعنفة حق السلحفات إذا كان ما عندها أو مقطوعة أطرافها يعني. هل في شيء مشابه للكويت؟ والله سوينا مراسلاتنا خارج الكويت على مستوى العرب على مستوى أوروبا، جاتنا ردود من وايد ناس. يعني عندنا احنا قاعدين نتعامل مع بيطرة كبيرة بأمريكا متخصصة بالأطراف الصناعية. زين. فطلبوا منا انه لازم يكون الطير عنده على اساس انه له مقاسات معينه او اوزان معينه ومراحل العمر. كل ما تقدم الطير بالعمر كل ما حجم الريل كبر. تكون صعبه هذه. فشفناها انها وايد صعوبه فيها، وجزاهم الله خير اهل الكويت عندنا وايد اتصالات يدني انهم يتبرعون له باطراف صناعيه ابتكارات محلية. زين والله خوش. جزاهم الله خير. للأسف هذه الطيور من النوع اللي دائما عبثة. تحرك. وترفض أي أجسام غريبة، يعني الجميرة اللي قاعد يعني نشوفها احنا على ريل الطير. يعني هي ريل الثانية هذه. ريل الثانية. هذه تقريبا هذه ريل الثانية. الطار الصناعي. الساك بالكامل مقطوع. يعني مو بس القدم، الساق كله مقطوع بس عظمة الفخذ المتواجدة. هذه الجميرة الموجودة عندنا الحين قدامنا الشاشة
عمرها الافتراضي ما تكمل النص نهار، لازم نبدلها لأنها راح يتلفها بالعرض يعني. زين حاولوا تخلونا شيء مثلا شغله بحيث انه ما يوصل لرينا، راح تاثر على نفسيه الطير. الطيور هذه وايد حساسه، فاحنا نبي نحاول كثر ما نقدر ان نحافظ على النفسيه مالتها. زين شنو الصعوبات اللي قاعد تواجهكم في تربيتها؟ يعني هذا يعني الصعوبات يعني شيء لا يذكر. ايه بس انه يحتاج هو الرعايه الزايده كون خير الطير العادي، خير الطير العادي كون انه يحتاج تنقلاته ان ايده تساعده من هالنقطه الى النقطه الثانيه. انت قاعد تخليه بالبيت يمشي؟ لازم لا علاج طبيعي، لا فتره دقائق معينه انه يتحرك بيها. بس الحين حاليا وضعه الصحي عند التهاب بعظمه الفخذ، فطلبت من الدكتوره جيل انه ما يتحرك بكثره، لان اصلا عند العظم طالع عن عظمه طالع عن الريق. هل راح يكبترونها يحتاجون لبترها؟ عنده موعد تاريخ 22 هذا الشهر، وندعي من رب العالمين انه ما يصير يتعدل على الفضيله هذه ان شاء الله. اي والله خصوصا يعني الحمد لله رب العالمين وايد وضعه الصحي تاقلم وتطور، والالتهاب تقريبا شبه متلاشي التهاب العظم. نعم زين الان هم عاده كم اعمارهم؟ توصل بعد متوسط عمر 20 سنة؟ لا متوسط الأعمار هذه من 50 إلى 75 سنة. إيه ما شاء الله يعيش يعني. ما شاء الله إيه عمر الإنسان. هذا يسمونه بالإنترنت بالعالم ككل يسمونه الأسطورة. أسطورة. يعني شو سبب تسميته الأسطورة؟ بسبب إنه اكتشفوا البشر من سنوات قديمة. انزين يتكلم ولا ما يتكلم؟ حاليا بلش هذه مفاجأة حق الجمهور، هذا اليوم بلش بكلمتين كاسكو وكوكو. هذا العمر يعني المفروض انه يكون جاهز لتعليم الكلام. فالحمد لله يكون جاهز للتعليم. حاليا هو كمل 6 شهور. زين بعد 6 شهور تقدر تخليه؟ هو من الشهر الخامس يبدي ناغي لغتنا الطيور. يبدي ناغي لخبطه بالكلام، بس مو كلام مفهوم شوي لما الكلام المفهوم او يتقن الكلام من عمر 6 شهور فما فوق. طيب تيمور الان اذا هو الله لا يقول طبعا ترى اضطروا ان حالته الصحيه ان يبترون فخذه، هل شو الخطوه الجايه راح تكون؟ ايش راح تسوون؟ لانه راح يكون ما عنده شيء يتسند عليه. احنا حطينا هالشيء بعين الاعتبار، اسسنا وجهزنا وكثفنا العلاج الطبيعي له على اساس انه يعتمد على رجل واحده بالتوازن. والحمد لله رب العالمين صح هم يداومون على رجل واحده صح؟ نعم نعم. بس رجل واحده مع عمليه وزن الطير اذا كان الطير متكامل الاعضاء فيوزع الوزن على جميع الجسم. هذا صح صح كلام. عندك كاسكو ثاني غير تيمور ولا بس؟ هو يعيش بوسط عائلة. ايه. من امازون. ايه. ولاب بيت وهو. زين زين عشان لا يضيق خلقه. لا يضيق خلقه. ايه. يعني والله الصراحة جزاك الله خير على الله يعني انا لما اسمع كذي او اشوف هالشيء الاشياء هذه واحد يحس براحه يقول الدنيا صدق بخير. اي والله اي والله. جزاك الله خير. اذا احنا الان انتهينا نشوف نقعد نلعب انا وياك يا تيمور. اي الحين نحاول نرفع عنه شوي. يقول عمار يقول جاسم كل شيء يقول وبعدين ان شاء الله نشوفكم مع باقي فقرات صباح الوطن، فيهمنا تكونوا معنا.